تحية طيبة مشاهدين الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توارد الموسم الثاني. نرحب أجمل ترحيب الفنانة القديرة فاطمة الربيعي، حياك الله ومنورتنا في قناة سامراء. حياك الله، شكرا جزيلا وأهلا بك وقناة سامراء الفضائية. مسرورين جدا بوجودك، أكيد الجمهور حاب يشوف فاطمة الربيعي بعد انقطاع طبعا عن الدراما وعن المسرح، أو قد يكون حتى السينما من وقت طويل. راح نناقش كل هذه التفاصيل وكل هذه المواضيع، لكن نحب نبدي ويا فاطمة الربيعي من الصغر والمواليد، المحافظة، الانتقالة، الدخول لعالم الفن والإعلام بشكل عام. يعني أنا أولا من محافظة واسط الكوت. الكوت تحياتنا لكل أهلنا بالكوت. تحياتنا لهم. اجينا البغداد بال 56، سكننا في منطقة سموها أبو سيفين باب الشيخ. خلصت الصف الأول نص في المدرسة المركزية نص السنة في الكوت، ونص السنة الثانية في بغداد. يعني يقول لك رب ضارة نافعة، صارت حادثة لوالدي وابن عمتي ساق السيارة وطلع السوق وهو بعد صغير وانسجن، فنقلوه إلى الكوت. فأبويا مربي وبيبيتي مربيته، فانتقلنا انتقلت كل العائلة وياه. فهذا كان يمكن الضوء. يقول لك رب ضارة كسكن، غيرت حتى سكنكم؟ انتقلنا حتى شغل والدي أيضا. انتقلنا إلى بغداد على ضوء هذه، بسبب حادث سير. حادث سير نقلوه هو للسجن مال الأحداث، هو حدث. فبيبيتي كانت متعلقة بي وهو يتيم، حتى يكونون قريبين. هو يتيم إحنا مربي، فانتقلت كل العائلة. فأجي أنا من الابتدائية خلصتها في، تخرجت من مدرسة عبد الكريم قاسم. وبعدين اشتغلت، بقتها صار خلاف بيننا وبين والدي. والدي بقتها انسجن لأنه كان شيوعي فانسجن. فبيت عمي قاموا يمشون المحلات مالته، صار خلاف وطلعنا من والدي. أنا يعني كملت المتوسطة. فإحنا أربعة، اثنين ولد واثنين بنات. إحنا وين انتقلت؟ إحنا بنفس بغداد. قصدي يعني انتقلنا، طلعنا من بيت أبويا. أبويا أجرت بيت واحد؟ لأنه بيت أبويا، أبويا كان عنده زوجة أخرى وأخوان آخرين. فطلعنا أجرت بيت؟ أجرنا بيت. حلو. مع أخوانك؟ لا، خارج بيت أخواني. ولمنطقة شوية أبعد. ويعني اعتمدتوا على نفسكم؟ اعتمدنا على نفسنا مع الفنانة زهرة؟ أنا وزهرة وكاظم وتوفيق أخوان. حلو. إحنا بنات اثنين وولد اثنين. حلو. واعتمدنا على نفسنا وكوننا نفسنا. اشتغلت أنا واختاروني بالمسرح العمالي. خلينا على البذرة الفنية، أين اكتشفت؟ اكتشفت في المدرسة الابتدائية. كنت أنا أسوي الفعاليات كلها وخاصة فعالية الخميس، أقوم بالتمثيل، دور الصبي ودور البنت وبعدة أدوار، وأسوي المكياج أنا للطلبة. فأول دور مثلته مع واحد شخصية مصلاوية، وين غايح للسوق، مكفي وغايح تنغبش. يعني أنا كنت يعني حافظتها من شوف أكو مسائل من إحنا صغار نتذكرها، بس مسائل يمكن قبل سنة أو أقل. صحيح. أو شهر تروح من بالنا. نقش على الحجر. أي. فشخصية مصلاوية مثلتها أول عمل. كملها إذا تحضرت يعني. أي. وين غايح للسوق، مكفي وغايح تنغبش.
تعال عندنا واربح واخذ فلوسك وافرح، احنا فلوسنا كثير تملي ازيد من بير. الله الله، طبعا تحياتنا كلها لنا بالموصل. تحياتنا لهم ونهنيهم يا رب، ان شاء الله يرجعون كل النازحين الى اماكنهم، وان شاء الله عندنا عمل عن الموصل يا ربي، وان شاء الله نصور بالموصل. على طار النازحين، قدمتي ما يتوجب على الفنانة فاطمة الربيعي كفنانة جمهورها بكل المحافظات العراقية ومحبيها، قدمتي لهذه الشريحة المهمة اللي هم النازحين؟ هي وين هالدراما؟ مو على الصعيد الدرامي، على الصعيد الشخصي قد يكون. والله أنا قدمت عمل اسمه عن والدة، يعني يوم الهجوم على الموصل قدمنا عمل تعبوي، شعر وإحنا نأدي الصورة، شعر للشطري، كان وليد الشطري ابنه، هو توفى الشطري، فابنه وليد الشطري كان عنده قصيدة تحكي عن الوطن وعن الدفاع وعن الأم من تهيئ أبنائها إلى الدفاع عن الوطن. فاحنا قاعدين ونشوف تلفزيون، هي يعني انا ما مسجلتها، كان ممكن ان نعرض او اذا تطلبوها يمكن ممكن نعرض شيء من عندها، شبل العراق اسمه، شبل العراق. فلما يسمعون يروحون، الاب يروح وبعدين الاب يستشهد ويجيبوا كوكبه ونسلم الرايه للطفل الابن، يعني للحفيد. فهذا اللي قدمته كلش عطاء ان شاء الله. والان عندنا عمل ايضا ان شاء الله يكون عمل مهم نقدمه، ويعني نقدمه ومنوفي. الان تحدثنا عن البذره الفنيه والهوايه، نريد نتحدث عن النجوميه. النجوميه من اين بدات؟ انا قلت لك اشتغلت في احدى الشركات، ورايحه اني رئيسا، يعني ما اشتغلت بس كعامله بالشركه حتى اعيش، لا اشتغلت بالمسرح العمالي. اجى الاستاذ بدر حسون فريد الله يرحمه، وسمعنا نبا وفاته الى رحمه الله، برا ما خلص العمل قال هاي البنية مشروع ممثلة. قال بابا انت وين؟ قلت له انا اشتغل هنا. انت تحبين التمثيل؟ قلت له كلش هواية انا احب التمثيل. قال لي تعالي الفرقة الشباب الطليعة، دلاني هو بشارع الرشيد المكان. فرحت يعني بعد يعني تحدي، طبعا بذيك الفترة كان بنية ومن عائلة ليس لها علاقة بالفن لا عن قريب ولا عن بعيد، أن تروح وصاحبة رأي هي وبعمر صغير جدا بالمتوسطة. تقاطعك مع والدك الله يرحمه، هذا أيضا كان إيجابي قد يكون لفاطمة الربيعي؟ لا لا لا، سلبي سلبي، كل الأهل سلبي يعني، ما عدا الوالدة. أنه فتح لك الأبواب أنه تروحين، قد يكون لو لم تكوني متقاطعة مع الوالد ما كان سمح لك أنه يعني تدخلين بهذا المجال. هو لحد الآن أكو خلاف، إلى أن توفى أنا ما شايفته خلاف بدأ من هذه الفترة المسألة، من هذه المسألة. فرحت للفرقة الشباب الطليعة وكنا نقدم، كان أبيض وأسود، ولقاء والعروض مباشرة، يعني ماكو كان فيديو، اي طبعا مباشر وابيض واسود. فكان لي حصة كل فرقه من الفرق الاهليه تمثيليتين بالشهر. ففد يوم انطاني استاذ بدري الله يرحمه، انطاني 7 دنانير. قلت له لا استاذ احنا ما محتاجين، لا يعني هيك اهتزيت واخذتني العزه بالنفس. قال لي بابا هاي جورج مال تمثيليتي. الله الله، هذا اول اجر تطلع؟ هذا اول اجر هو 7 دنانير اخذته من فرقه الشباب الطليعه. بعدين طلع اعلان انه بالاذاعه والتلفزيون رايدين مقدمات وممثلات بقسم التمثيليات والبرامج الخاصه بالاذاعه والتلفزيون، فقدمت وكنت من المقبولين. بديت بالاذاعه والتلفزيون، مدرستي كانت بصف
مدرسه بصف الاذاعه والتلفزيون. فكنت انهزم من المدرسه وكنت متلكئه متشتته فنيا، متشتته بالعيشه ومتشتته بالشغل ومتشتته بالعمل، لكن اندفاعي وحبي للعمل ينسيني كل هاي. الاستقرار النفسي والمادي متى بدا؟ الاستقرار يعني انا من انا صغيره اخذ اجور يعني اشتغل يعني، والاحتياجات كانت سهله، واخوالي كانوا يعينونا لان اخوالي من شيوخ الكوت ومتمكنين فيعينونا بالمواد الغذائيه بالملابس، يعينون امي وما لهم علاقه يعني بعيدين عن التمثيل وما يعرفون شنو التمثيل وما عمومتك عمومتي ايضا بعيدين عني تماما يعني. تمام. نروح لمذكرات رائدة المسرح. اريد نتحدث عن مذكرات فاطمة الربيعي، شنو كانت تتضمن هذه المذكرات؟ شنو اهم ما موجود او اهم ما دونته فاطمة الربيعي في هذه المذكرات؟ يعني انا احب ان تبقى مذكراتي للاجيال يستفيدون من عندها الطلبة، لأنه كثير من الطلبة كانت أطاريحهم خصوصا مع هذه الفنون الجميلة أطاريحهم عن التلقائية عند فاطمة الربيعي. فضمن هذا أنا من قسم مذكراتي الخاصة يعني حياتي نشرت بجريدة الزوراء 20 حلقة من مذكراتي، وبعدين توقفت إلى أن نعملها أو الآن دا سويها كتاب حتى يبقى للأجيال. يعني بصراحة هذه المذكرات كتبت لتكون للأجيال لو تهيئة لمسلسل قادم في القادم من السنين اسمه هاي فاطمة الربيعي. أي هاي أنا هاي للأجيال اللي هم أكيد راح يسووها، لأنه أنا حياتي ويمكن تصير مو مسلسل. شعورك بداخلك إنه هذا المسلسل بالقادم من الأيام راح ينفذ؟ أكيد راح ينفذ، لأنه يستحق، مو لأنه أنا فاطمة، يستحق ما فاطمة كانت يعني متحدية، كانت شاطرة، كانت يعني نجحت في كثير من الحياة الفنية. عندي انكسارات بحياة بعض الانكسارات بحياة الشخصية، لكن سرعان ما أنهض خليتها كلها ورايا. كان هدفي أن أولاً أن يكونون أولادي بمكانة وأربيهم تربية يفخرون أنه أمهم فاطمة الربيعي، وأن فاطمة الربيعي ما قدمتها للعراق. يعني أنا أكثر من 20 مرة مثل العراق أحسن تمثيل، رفع العلم العراقي، يعني إن كنت في تكريم أو كنت في تتويج أو كنت مشاركة أو كان عندي عمل أو كنت بلجان تحكيم في أغلب الدول العربية. فكنت يعني أولا وآخرا أنا انتمائي إلى العراق، أحب الأديب بشكل بحيث أني أطول سفرة بحياتي مفارقة العراق 4 أشهر و10 أيام. هاي الأربعة أشهر وعشرة أيام كان عندي علاج مال عيوني، وكانت بنتي تدرس بمصر، ومصر قريبة إلى النفس يعني بيها أصدقاء من الفنانين وهي أم الفن. بأيام رحلة سوريا والفن ما سافرتي ولا هاجرتي لسوريا؟ رحت كاستقرار تحدث. رحت لا أنا ما استقريت، رحت بعمل واحد كان المفروض بشهر يخلص هذا العمل، أنا خلصته بس 17 يوم ورجعت. أكثر شيء أولادي اثنين برا، واحد دكتور علاء بجامعة الشارجة مدرس، ووليد بقناة دبي. أكثر من أسبوعين أتمرض يحجزون لي لبغداد أصير زينة. فأني أحب العراق، أحب بغداد، بغداد لأن صرت بيها، الناس تحبني، أنا أحبهم. عندك انتماء للكوت؟
عندي انتماء للكويت. يعني هاي 6 سنوات كانت كفيلة بأنه تزرع بيش هذا الانتماء؟ يعني بشكل مباشر أو غير مباشر أو بشكل إرادي أو غير إرادي من أشوف سيارة مكتوب عليها واسط رأسا أنتبه لها أهلي. يعني هي تجذبني وهم دائما يعني يدعوني بالمناسبات يعني يوم زيارات متواصلة الواسط. قبل فترة أيضا رحت بتأبين الراحلة العزيزة أمل طه أيضا همي أن رحت فدائما أروح وعندي. نرجع لمسلسل فاطمة الربيعي، ما من الممكن أن ينفذ بوجود فاطمة الربيعي وتكون بطلة هذا المسلسل إذا طرح هذا الموضوع؟ يعني أتمنى، لأنه إذا تجي للحقيقة يعني هم الآن يعني ما أحب أخاف يقولون فاطمة مغرورة أو هذه اعتزاز يعني لا لا يعني إذا أتكلم بهذا الشكل يعني أنا بقيت من جيل الرواد كفاطمة الربيعي. يعني شوف بالدول الأخرى، يعني رحت إلى المسرح القومي قبل فترة المصري شفت واجهة كاملة إلى صورة سميحة أيوب، من مسوي لها بونوراما من ما تلتفت تشوف الصورة مع فاطمة. أنا أول مؤسسة إلى المسرح القومي إلى الفرقة القومية من العنصر النسوي. يعني ذاك اليوم مجلة عيون السنة باسمي مجلة عيون شهر الجاي دي يسوون لي الاحتفالية بالمسرح الوطني اللي أنا من اللي فتحنا أنا واحدة من اللي فتحنا المسرح افتتاح المسرح الوطني، طالبين 5 ملايين على الاحتفالية اللي تحتفل بها مجلة عيون بفاطمة الربيعي. المسرح الوطني طالب؟ المسرح الوطني طالب، مقدمين مجلة عيون كل سنة هي هاي السنة 10 تحتفي بالفنانين الكبار. سنة دور فاطمة الربيعي. سنة دور فاطمة الربيعي، ويعني بمبادرات شخصية، والمفروض تقدير هذا الاسم اللي فنيت وتنازلت. يمكن أنت قاري أنا بمذكراتي متنازلة عن الورث ومتنازلة عن الأول والتالي إلى هذا المجال المعنوي إلى هذا المجال. زين أنتم من قريتوا اسم تكريم فاطمة الربيعي أو هالسنة الدورة باسم فاطمة الربيعي، فاطمة الربيعي اللي افتتحت المسرح الرشيد وافتتحت المسرح الوطني على ايدها. زين ما تقدرون انه تطلبون والله احنا تمويل ذاتي؟ زين تمويل ويوم واحد يوم واحد، هل هو هذا تقدير الى الفنان؟ اتصلت بإدارة المسرح؟ مو إدارة المسرح، كتاب هو طبعا المسرح تابع الى وزارة الثقافة، بعثوا إلى الوزارة إلى السيد الوزير، السيد الوزير تلقائيا يحوله إلى المسرح حسب الضوابط، وكل سنة هو الرجل يسويها بهالشكل. يطلبون 5 ملايين تأجير اليوم واحد تأجير المسرح. طيب هذه السنين يعني فعلا ثارتني هذه المسألة وخلت عندي يعني إحباط. لا أنا ما أحبط، أنا ما أحبطه. وهذه الدورة بالذات، هاي الدورة أول دورة باسم امرأة، وراح يجون من المبدعات العربيات أكثر من 15 امرأة عربية من الوطن العربي، من فنانات وإعلاميات وصحفيات، راح يجون كلهم يحتفون بفاطمة الربيعي. مهرجان وطن هذا باعتبار؟ مهرجان وطن، هي الـ 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 الوزارة أو أي ما سووا مهرجان بهذا المستوى. كل سنة الرجل يسوي هذا المهرجان، رئيس تحرير مجلة عيون يسوي مهرجان بهالمستوى. السنة الماضية كان اسم محمد شكر جميل، قبلها الدكتور مرسل الزيدي، قبلها أستاذ يوسف، قبل هاي مسؤولية من؟ مسؤولية وزارة الثقافة. وزارة الثقافة. وزارة الثقافة. مو وزير الثقافة؟ لا، هي وزارة الثقافة بوزيرها يعني. لأن الكتاب راح للسيد الوزير. والوزير المفروض يوجه أنه هذه إحنا لازم كنا. اتصلت بالسيد الوزير؟ لا ما اتصل. الوزير يعرف من هي فاطمة الربيعي، وإدارة السينما والمسرح تعرف من هي فاطمة الربيعي. تستحقين طبعا أكثر مما قدم ويقدم، تعزيز على قلوب كل العراقيين، وبالتالي والله فأني عايشة بحب الناس.
أنا لأجل الناس عايشة، ولي أنا ما في اليوم خيب ظنهم. الناس من أطب حتى على دكتورة ذاك اليوم طبيت، قالت والله يا ست فاطمة إحنا من نشوفش نطمئن على البلد. يعني هذا الكلام كبير بالتأكيد. ورضا الناس غاية لا تدرك. بالتأكيد إحنا أيضا نوجه رسائلنا إلى المعنيين بأنه اليوم ما من الممكن أنه اسم فاطمة الربيعي يعامل بهذه الطريقة. نقول مسلسل فاطمة الربيعي نفذ، والآن فاطمة الربيعي تتفرج، هذه المسيرة الطويلة العريضة الفنية والأحداث والصراع قد يكون مع الذات ومع الآخرين، وصلتي لهذه النتيجة بختام المسلسل، شو راح تقولين لفاطمة الربيعي؟ أنا أقول فاطمة الربيعي أتمنى أن أقدم للمرأة بعد أكثر، لأن المرأة العراقية والأم العراقية والأخت العراقية متفردة، أنا مو لأن متحيزة وإنما متفردة بعطائها وبصبرها وبإدراكها وبتضحياتها. فأتمنى أن أقول لفاطمة الربيعي استمري فاطمة الربيعي، قدمي أكبر مما قدمتي للمرأة العراقية. عندنا فقرة أربعة في أربعة، راح نطرح عليك أربع مواضيع، الجواب بصح أو خطأ لكن بأربع ثواني زائد. تمام؟ لا تدعم فاطمة الربيع الطاقات الشابة والمواهب من العنصر النسوي. على طاري دعم المرأة، لا بالعكس بالعكس، نقول خطأ. تسأل خطأ بعدين راح نرجع نفصل. تسعى فاطمة الربيعي للترشيح إلى رئاسة نقابة الفنانين في الدورة المقبلة. أبدا، أنا باللجنة التحضيرية. خطأ. ساهم محمد شكري جميل في حصول فاطمة الربيعي على أدوار مهمة في السينما والتلفزيون. أنا نجمة قبل ما يتزوجني محمد شكري جميل. خطأ. صادرت فاطمة الربيعي لقب رائدة المسرح من الفنانة الراحلة ناهدة الرماح. التاريخ موجود، يعني ما قدمته السيدة الفنانة الكبيرة ناهدة الرماح رحمة الله عليها وما قدمته فاطمة ومتواصلة فاطمة بكل الظروف وما فارقت الوطن أضعاف ما قدمته السيدة ناهدة. نبلش لا تدعم فاطمة الربيعي الطاقات الشابة والمواهب من العنصر النسوي، يعني على الصعيد العام أنت داعمة للمرأة خصوصا المرأة العراقية، لكن على الصعيد الفني نتحدث، يقال أنه الفنانة فاطمة الربيعي دائما تكون محطمة للطاقات الشبابية ولا تعترف بالطاقات الشبابية والمواهب الحالية. بالعكس، يعني إيناس طالب حبيبتي وأوجه لها تحياتي، تحياتنا لها. أول ما أني ناديت وأصريت ورشحتها إلى حكاية المدن الثلاث كشاب، وهي فعلا كانت عند حسن ظني كل طاقة. شوف أني إذا ما أحترم إحنا امتداد إلى ناهد الرماح وإلى سيدة زينب، إذا ما أحترمهم ما حد يحترمني، والباكر عقبة ما يحترموني إذا أني امتداد، هو امتداد هم إنه كلامك جدا يعني آلاء حسين. أنا دائما لو تطلعون على أحاديثي أنا دائما أشيد بآلاء حسين، أول قلت هذه امتداد إلى فاطمة. كلامك جدا واضح، إحنا ما نتحدث عن آلاء ولا عن يعني إناس ولا عن زهور، نتحدث عن الجيل الجديد. الآن الجيل الجديد من يعني من سوء حظهم أنه الأعمال الآن قليلة ومو بذاك المستوى، وماكو ما قدموا الشيء المهم اللي يستحق الإشادة نقول، ولا أنا في يوم ما سئلت، ولو نسأل يعني أي شابة عتها هذا الرأي تقول لك لا غلط، فاطمة الربيعي مو يعني الآن داعم للطاقات الشابة. انطيني أمثلة مثلا فلانة وفلانة وفلانة. مو دا أقول لك إحنا يعني شيماء أو هند اللي بمسلسل اللي صورناه ببابل مؤخرا، يعني هذا بعد ما عرض
عرض؟ لا لا عرض، هو احنا صار لنا 3 سنوات ماكو عمل، هو هذا 3 سنوات. هند اللي انا دعمتها هي شابه طالبه معهد وكانت رائعه وعندها اندفاع نفس اندفاع فاطمه الربيعي بالبدايات، فكل الشابات اللي اشتغلوا وياي انا داعمه لهم. تسعى فاطمه الربيعي للترشيح الى رئاسه نقابه الفنانين في الدوره المقبله لا من قريب ولا من بعيد؟ أنا ما أحب هاي المناصب وبعيدة جدا عن هاي المناصب، أنا يهمني عملي، أنا لا أصلح إلا أن أكون ممثلة، ممثلة فقط، لا الآن ولا مستقبلا، ولا لا الآن ولا مستقبلا. جتي مرات عدة مرات وسئلت وأنه حتى أرشح إلى مجلس النواب، أنا رافض هذا الشيء لأنه أنا أكو ناس يستحقون يعني أو أكثر من عندي عندهم دراية بهذا. ما دام طرقنا باب مجلس النواب، النساء كأعضاء مجلس نواب شلون تشوفين أدائهن؟ شلون تقيمين أدائهن؟ يعني مختلفات، يعني أكو لا أداء لهن وأكو لا متفوقات في أداء. حلو، منو من المتفوقات اللي يعجبش أدائها؟ والله ما أقدر أقول لأنه أنا فاطمة الربيعي. تمام. ساهم محمد شكري جميل في حصول فاطمة الربيعي على أدوار مهمة في السينما والمسرح. احنا ما قلنا صنع، ساهم، ما ساهم اكيد. يعني انا من بالسبعينات اقترنت بمحمد شكري جميل، انا كنت ممثلة معروفة، فمحمد كاد ان يصل بنا الى العالمية لولا ظروف العراق. يعني في المسألة الكبرى اشتغلنا مع نجوم العالم، مع أوليفر ريد وهيلين راين وجيمس بولم ومدير التصوير العالمي اللي كل واحد من عندهم ماخذ جائزتين أو 3 جوائز أوسكار. فهذا العمل طبعا ساهم، وكاد لو مشتغل اليرموك لو مشتغل الأعمال الأخرى كنا أن نصل إلى العالمية، لأنه محمد شكري جميل مخرج عالمي. نتحدث عن فيلم المسألة الكبرى، لو لم تكن فاطمة الربيعي زوجة محمد شكري جميل في ذلك الوقت، كان من الممكن أن تكون موجودة ضمن هذا الفيلم؟ بصراحة خليني أحكي لك، أنت شايف الفيلم المسألة الكبرى، الشخصية بها المقومات العربية اللي السمرة اللي تمتلك الطول اللي تمتلك الصوت اللي تمتلك الحس الداخلي شكلا ومضمونا. محمد شكري جميل الكل تعرفه ما مجامل حتى ويا أقرب الناس، حتى ويا أبنائه ما مجامل من استثناء هاي زوجته؟ لا لا، حتى ويا زوجته ما ابدا ما مجامل. وناس يعني هوايه من الاصدقاء يقولوا لي الله يساعدك عليه، لانه فعلا هو اطلاقا ما يجامل، بس انا ساهمت بهذه الشخصيه لانه قريبه الى هذه الشخصيه اللي بها شكلا ومضمونا للمسرحيه. صورتها هاي الشخصيه الأم والزوجة والبنت اللي تقف وراء المقاتلين، اللي تقف وراء الرجال، اللي هي هاي يعني أنا قريت هالشخصية بهالشكل وتوفرت عندي هاي. تنطبق. صادرت فاطمة الربيعي لقب رائدة المسرح من الفنانة الراحلة ناهد الرماح. أول شيء خلينا نجي نفصل اللقب كرائدة المسرح أو أي ألقاب أخرى، هل هي توهب أم تطلب أم تؤخذ؟ لا تؤخذ من ناحية، تؤخذ بالاستحقاق قصدي، تؤخذ بالاستحقاق وتمنح من خلال الأعمال. أولا السيدة ناهد الرماح سبقتني، وهي أيضا رائدة المسرح في زمانها، وأنا أيضا من الرواد الجيل اللي بعد سيدة ناهد الرماح، واللي قدمته فاطمة الربيعي وقدمت السيدة ناهد الرماح يعني أنا لحد الآن متواصلة. السيدة ناهد الرماح تركت العراق من زمن طويل، وما قدمت بهاي الفترة اللي قدمت بها فاطمة الربيعي من أكثر من 40 سنة، ما قدمت بحجم ما قدمت فاطمة الربيعي سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحيا، ولا مثلت العراق
بهذا التمثيل بهذا الكم الرائع على كافة المستويات. قلت لك إن كنت تتويج، تكريم، تمثيل، تحكيم، كلها أني هذه. وأحياناً أروح على حسابي من أدعى، هاي بالفترات الأخيرة أروح لجنة التحكيم أقول حتى لا يقولون العراق واقف ما متواصل، أروح على حسابي من يدعوني إلى لجنة التحكيم. جميل. اللقب يمنح لو يطلب لو يؤخذ؟ والله أولاً أني أخذ اللقب هذا من ناسي، من جمهوري. يعني أكو فد جهة رسمية أو شبه رسمية منحت هذا اللقب؟ الإعلام إلى حق أن يطلق، الجمهور إلى حق أن يطلق هذا اللقب، والصحافة هي اللي طلقت علي هذا، سيدة المسرح ورائدة المسرح، وأنا من الرواد. يعني 50 سنة ما تكفي أن أكون تستحقين أكثر، تستحقين أكثر. مسرورين جدا بوجودك اليوم. راح أروح فاصل ونرجع إن شاء الله. مشاهدين الكرام، وكتحصيل حاصل نذهب إلى فاصل. مرة أخرى منورتنا أستاذة فاطمة الربيعي، ومسرورين بوجودك اليوم بقناة سامراء الفضائية. شكراً. أريد نتحدث الآن عن المشاريع، عن الدراما، عن السينما. ما أكو حلول؟ ما وضعت حلول؟ ما عندكم آلية للعمل الخروج من هذا الواقع المرير؟ والله شوف، إحنا كنا نجي بعد مصر بالدراما العراقية، كانت لا موجودة لدراما السورية ولا موجودة لدراما الخليجية. شوف وين وصلت الدراما السورية اللي عندهم مشاكل أكثر من مشاكلنا. سألت إحدى الفنانات السوريات زميلتي منى واصف قبل فترة، التقينا، قلت لها شلون العمل؟ قالت والله يا فاطمة السنة الماضية كان عندي 3 أعمال، السنة الماضية كان عندي 4 أعمال، والسنة عندي 3 أعمال، متأسفة. قالت وانت عملتي إيه؟ قلت لها ولا شيء. فإحنا يعني أعتقد ماكو توجه إلى، لأنه إحنا اعتمدنا من البداية على الدولة. الدولة ما تصنع فن، تدعم، لكن ما تصنع بشكل دائم. ما عندنا شركات إنتاج. بوقت الحصار بالتسعينات صارت عندنا شركات إنتاج، وبعدين توقفت هذه شركات الإنتاج. المنتج عندما يعمل ويذب فلوسه ويريد ينتج عمل، طيب غير لازم تسترد إلى مردود حتى يبقى يستمر ينتج أعمال أخرى. إذا إحنا ننتج أعمال محلية بحتة وما عندنا ثقافة تسويق، فأعمالنا المنتج راح يبتعد عن الإنتاج. يعني ما من الممكن أنه نصنع دراما نسوقها عربيا؟ ممكن، ليش ما ممكن؟ لو توفرت عندنا الشركات، الشركات قضية تجارية، والداعمين، الداعمين للدراما. من الآن أكو مشروع للدعم للدراما من المصارف العراقية. المصارف العراقية أيضا تريد الفلوس مالتها ترجع. سمعت أنه 100 دولار لازم 101 يردون المردود. أكيد أكيد، وإلا شلون الديمومة تصير؟ يعني مو واحد يذب فلوسه بدون. طيب بدون هاي الأعمال وين راح تسوق؟ وين راح تباع؟ وين راح؟ المفروض
اوكي احنا ما يخالف اعمال محليه تنتجها بعض القنوات، وصدقني انا اقول وانا مسؤوله عن كلامي، اي قناه ما تعرض دراما ما تشاهد الا يشاهدها اصحابها فقط، واي بلد ما بفن ما بحضاره. احنا مين عرفنا حضاره الشعوب؟ سيد فاطمة يعني حتى أيضا يعني مو دفاع عن القنوات الفضائية، بس اليوم كمواطن أنا مسلسل سوري منتج عام 2005 قد يكون المشاهد يفضله على مسلسل عراقي منتج ب 2017 على الوضع اللي تتحدثين عنه عن الانتاج البسيط. شوف ما ارتقت الدراما، توقفت وما ارتقت كل، يعني أنا من الناس عملت بهذه الفترة ما يقارب 14 عمل، هاي ما أساءت لي لأنه أنا ما أخذ عمل دون مستوى، لكن ما أضافت لي، ما ارتقت إلى أعمالي السابقة. الناس الآن بالشارع يسألون وينكم، أنتوا خارج العراق، أنتوا مسافرين، بطلتوا، هاي المسألة كلش تغيظ الفنان. أنا بس على قضية مهمة، شنو الخلل أنه أعمالنا ما توصل عربياً؟ ما توصل لأنه محلية بحتة، أكو مواضيع اجتماعية ممكن أن تحدث في أي زمان وفي أي مكان وبأي دولة عربية وخصوصا الدول المحيطة. راح نحكي بصراحة، يعني موضوع القضية المادية هي مو أساس، لأن اليوم سوريا تمر بأزمة كبيرة مادية طبعاً وأمنية طبعاً وسياسية واقتصادية، ودرامتهم شغالة. درامتهم شغالة ليش؟ درامتهم لأنه تسوق. الخلل بالممثلين، بالمخرج، بالكاتب، وين الخلل؟ قضية مو مادية. عندنا كل هاي الإمكانيات، يعني أكو كاتب أهم من عادل كاظم، من علي صبري، من فاروق محمد، من صباح أطوان. صباح أطوان وكتاب آخرين يعني ما يحضرني الآن ذكرهم. شخصين أكو أهم من الفنانين العراقيين اللي تعادلوا، يعني انعرض فيلم المسألة الكبرى بموسكو، أشادوا بغازي التكريتي وأشادوا بفاطمة الربيع وأشادوا بكل الفنانين العراقيين. شخصي ما تقدر شخصين المشكلة؟ المشكلة أنه إحنا اعتمدنا على الدولة بالإنتاج، وكل ما تتوقف الدولة أو تنتظرها للدراما. يعني قبل فترة رحنا السيد رئيس الوزراء على 4 مليارات كانت مخصصة إلى الدراما العراقية، والرجال وافق على هي موجودة بالموازنة، ولحد الآن ما واصلة لهذا لأنه اعتمدنا، وبعض الأعمال محلية بحتة. نكون صريحين، ما هاي 4 مليارات إيش راح تسوي؟ ما تسوي غير عملياً، أو إذا تريد عمل كبير ومهم يعني يصير 3 ملايين تقريبا. بغداد عاصمة الثقافة، ايش قد الميزانية اللي خصصت لهذه المواضيع؟ مليارات. وين راحت؟ أفلام قامت تعرض وكأنه توزيع أرزاق. عندنا فيلم واحد مو لأنه إخراج محمد شكري جميل وفاطمة ممثلة فيه، المسرات والأوجاع. شوف المسرات والأوجاع، الفكرة ما كل ما تكون هناك مسرات بالعراق تكون أوجاع، كل ما تكون مسرات تكون أوجاع. ولكاتب فؤاد التكرلي وخيرة الفنانين العراقيين صار لسنتين موجود في إيران فلوس الطبع 79 مليون ما يقدرون يجيبوا للفيلم، لأنه أولا ما أخذ منتج منفذ حتى لا يوزع لهنا ولهنا. أنا صريحة ترى جدا وخلي يحجون. والفيلم مو فيلم سينمائي، 35 من مواصفات بمواصفات الفيلم الأفلام السينمائية المهمة، فنايم هناك ما يردو. فإحنا يبدو ما نريد أي شيء يرفع من المستوى الفني العراقي. يعني متحدثي لي عن 4 مليارات، أعتقد هاي حلول ترقيعية وآنية وقتية ترقيعية. وهي حتى هاي مال المصارف إيش قد تبرعوا؟ ما يقارب مليونين، أقول مليارين دينار عراقي ما تكفي لي مسلسل أو مسلسلين. لا يعني رادنا نهضة، وإحنا الفنانين أيضا يقع علينا أيضا دور. يعني ما عندنا، إحنا مختلفين
فيما بعضنا ساكتين والمي دا يمشي من جوانه، وهذه السنين دا تمر بشكل صريح وتخلفنا كثيرا على هذا وما الوضع. نذكر وما تذكر الدراما ولا تحت الصف. على هذا الوضع، على هذا الوضع الفن العراقي إلى الهاوية؟ لا، إذا بقى هالشكل على هذا الوضع، إذا بقى على هذا الوضع إلى الهاوية. عندنا مجموعة من الصور وإن شاء الله ما يبقى على هذا الوضع. إن شاء الله، إن شاء الله طبعا كل صاحب مسؤولية يتحرك لهذا هذه الموضوع. هذه ما تسعدنا إطلاقا، ويعني أنا مرضي من هذه المسألة، وإلا أنا إش ناقصني؟ يعني الناس يقولون يا ست فاطمة إش ناقصك أنت، الناس تحبك، أولادك واصلين الحمد لله والشكر، متقاعدة وزينة وزوجك متقاعد زين، شنو أنا ناقصني هذا الشيء؟ يلا هذا اللي يألم. عندنا مجموعة من الصور راح نشوفها ونتحدث عنها إن شاء الله. يلا فاطمة الربيعي بتشرغد مو؟ بعض الناس يقولوا لي ست تشرغد كل شيء لوق لك. ايش تعني لك هذه الصورة؟ تعني لي هاي من واحدة من الأعمال المهمة، صحيح أغلب أعمالي ومن حسن حظي مهمة، أعمال مهمة وكان إلها وقع عند الجمهور. يعني يهمني الجمهور، رضا الجمهور قبل رضا المسؤول عن العمل. أو دائما يعني الأدوار نقول الحزينة، أدوار الشجن، أدوار الأم الفاقدة، هذه أثرت سلبا على فاطمة الربيعي، على حياتها الشخصية؟ لا، هي بها جزء من حياتي، متعودة يعني بها جزء من حياتي. وأحيانا أسترجع والدتي أو بيبيتي، يعني مثل مناوي باشا يعني مثلت دور بيبيتي، المرأة القوية، المرأة اللي تمتلك التقاليد العراقية، ولهذا حبوها الناس بحكاية تستعيرين بالشخصيات، الشخصيات الموجودة بحياتي أو بالمجتمع العراقي. نروح صورة أخرى. أتمنى على الشفاء يا ربي. عادل كاظم الكاتب الكبير المهم، أبو النسر وعيون المدينة وذئب وعيون المدينة، وكثير من الأعمال المسرحية. يعني نعتذر عن إظهار هذه الصورة طبعا لعائلته والجمهور، لكن عزيز علينا، عزيز 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 جدا، وترك بصمة كبيرة، ويعتبر شكل جانب مهم من تاريخ الحركة المسرحية والتلفازية. شنو يعاني؟ يعاني هو عنده جلطات متعددة وده يمشي، وصار عنده كسر بالحوض فأقعدته هذه. صاحب الفضل على، صاحب بعد الفضل على فاطمة الربيعي، فاطمة الربيعي بعد الله سبحانه وتعالى بأهم أعمال من حسن حظي، إن كانت الأعمال المسرحية والأعمال التلفزيونية، هي أني بطلتها الحمد لله والشكر. شنو ذكرياتك؟ ذكرياتي يعني أنا كنت ذاك اليوم قلت له أستاذ عادل هاي بهاي الزيارة وين شو اليوم ما جاي بسنونك؟ قال ما أقدر أعضك. أستاذ عادل كان دائما يتناقش وياي ويقول خلي فاطمة تحكي عن أعمالي. أستاذ عادل يعطي أفكار، لكن اللي ينفذها المفروض مخرج جيد وممثل جيد، يفهم ما يريده عادل كاظم. وهو دائما يقول فاطمة تفهمني. الآن هو وين؟ الآن هسه بالبيت هنا بغداد. يعني هي أيضا مناشدة للمسؤولين إنه يهتمون بحالة الصحية، اسم مهم مقدم للفن العراقي ما قدم اليوم، ما من الممكن. والله ناشدنا إحنا، ناشدنا كثير، ناشدنا القنوات والشرقية قامت له بالواجب، يعني إحنا ناشدناها من لكن أنا أعرف أعرف حالته قبل ما يطلع بالقنوات، وكان مفروض نشتغل عمل هو هذا. شو تقول لي الآن؟ حال أقول قومنا أبو تموز، قومنا بالسلامة، وأنت تبقى رائع وذكراك طيبة،
واحنا ما ننساك ابدا ولا الشعب العراقي ينسى. الى الصحه والعافيه وتحياتنا لعائلة الكريمه ونروح الصوره اخرى. نعم ربيعي ممثله مجتهده. هو يصورون انه فاطمه الربيعي هي شقيقه مو اللقب لاني شقيقتي زهره الربيعي وهي ايضا ممثله مقتدره واخذت دور هذا الطابع الكوميدي الريفي صوتها يصلح شخصيتها تصلح لهذه الادوار. اليوم موجوده على المسرح موجوده تقيمين اداء نعم الربيعي؟ يعني اقيم انه هي متواصله فقط متواصله. تمام تحياتنا للفنان تحياتنا نعم الربيعي ويعني زميلات وصديقات لكن مو شقيقات هذا حتى لا مو شقيقات شقيقتي زهره الربيعي تحياتنا لها ايضا ونروح الصوره اخرى. خليل الرفاعي الفنان خليل الرفاعي اطيب وارق شخصيه فنيه بالعراق يعني بمنتهى الطيبة وعنده قلب طفل ويحب كل الفنانين وماكو واحد يجي على شغلة ويرده من فنانين من ناس خارج الوسط الفني ويحب شغلته بشكل كلش كبير ويعني مشتاقين هاي الاعمال لو تعاد يعني تعاد بالقنوات يعني احنا اليوم بما انه ضيفتنا رائده المسرح واكيد تاريخ طويل وعريض هذه الاسماء المهمه قد يكون شباب الان ما يعرفون شنو قدموا ما يعرفون من هذه الاسماء ولهذا احنا نطالب ان تعاد هذه الاعمال. شوف القنوات المصريه قناه تعرض ليلا ونهارا افلام بالابيض والاسود الافلام القديمه وقنوات تعرض مسلسلات أغاني. وقنوات اغاني وقنوات بحيث الناس الطفل يعرف من هم الممثلين القدامى المصريين. احنا بحاجه عندنا اعمال رائعه والله عندنا اعمال كبيره ومهمه ورائعه وتصلح في كل زمان اذا اكو على عمل انه ما يمس فترة معينة لا عندنا أعمال كثيرة هي ممكن أن تصلح في كل زمان وفي كل مكان. فنانة إيناس طالب الفنانة رائعة إيناس فاليوم أنا دا أحكي عن بنتي بإحدى القنوات كانت تتصل بي بمصر أنا كنت اتصلت قالت ماما لعد أنا مو بنتك ليش ما حكيت عني خبر اعتزالها شو يعني ازعجك انه بفتره انقطعت عن التمثيل فتره انقطعت بظروف يعني ايضا كل الفنانين العراقيين ما مهيئ لهم الظروف ان كانت عائليه او كانت شخصيه او كانت فنيه اتمنى انه تعود للشاشه ايناس ترى طاقه رائعه من الشابات وشكل جميل تمام زميلات فنانات ايضا اي ضمن العمل ضمن تمام تحياتنا لهم جميعا تحياتنا لهم ورحمه للفنان خليل الرفاعي الف رحمه على نروح الصوره اخرى محمد شكله جميل وفاطمه الرباعي يعني هو ابو اولادي عشره عمر يعني قلت لك وذكرت أنه فنان كبير ومثقف وله تجربة كبيرة بالسينما العالمية وهو خريج لندن وكاد يصل بنا إلى العالمية وطموح جدا والآن عنده فيلم عن الموصل إن شاء الله يا رب فيلم تلفزيوني إن شاء الله يمد إحنا متوقفين على الإمدادات المادية يعني باشرت له بعد ما باشرت له كل شيء جاهز الآن فقط التنفيذ؟ فقط التنفيذ لهذا العمل وإن شاء الله يتكلل يعني ليل ونهار هو لازم السيناريو ويحكي فيه ويسوي المشاهد ويحضر يعني كامل بذهنه كصورة والمواقع والهذا تمام تحياتنا الفنان الكبير وأيضا اللي تظهر السيدة بالصورة السيدة فاطمة الربيعي تحياتنا لها أيضا ونروح صورة أخرى خليل شوقي مع بدر حسون فريد
أنا أطلع أم أستاذ بدري مخططيني منه ومكياج مباشر. فيعني تاريخ طويل وتاريخ مهم. أستاذ خليل عملاق الدراما العراقية، وكان فيلم الظامئون رائع وكل أعماله. تشعرين بالتقصير تجاه الفنان بدر حسون فريد؟ أي يعني هو من إجا من المغرب، انزوى في أربيل وما حد اهتم به إلا بالفترة القليلة، ما أدري راحوا زاروه. انزوى في أربيل وإجا لبغداد، إجا لبغداد وما لقى يعني مثلا كان البيت المن كان البيت إله كان هو يعني بيت الشخصي أو بيت حكومي؟ لا لا بيت الشخصي. ولقام هدم؟ لا ما لقام هدم، انه انباع وراحوا اشتروا شقه باربيل وقعدوا هو. اكو روايه على انه عاد من المغرب لقى بيته مهدم او ماخوذ عنوه او هيك شيء، يعني من قبل قد يكون حكومه او لا لا أو لا جهة. لا ما ما سمعت انا ما سمع هذا الشيء، لانه انا باتصال دائم مع ست ابتسام، بس هو اجى يعني ما شاف العنايه اللي، لانه قضى فتره طويله ايضا بالمغرب، فاجى يعني كل شيء يعني خراب، ماكو اهتمام بالكفنان كبير واستاذ جامعي، فكان المفروض الجامعه تعيده حتى لو كان يعني طالع سنين. يعني هو تقصير من كل النواحي لكل الفنانين، يعني ان كان استاذ بدري ان كان رحمه لكل فنانين اللي غادرونا طبعا، واكيد الساحه تبقى. ذاك اليوم رحنا انا واستاذ سامي الى الحله، كان افتتاح السينما او هذا، فدا نحكي على الكبار والميتين، قال فاطمه احنا راح يفتحوا لنا فضائيه فوق، لان احنا نروح واحد واحد بدا يفتحوا لنا هسه فضائيه فوق. طول العمر ان شاء الله والصحه والسلامه ان شاء الله. يلا نروح الصوره اخرى. سعدية الزيدي صوتها يرن كأنه موسيقى، حتى فد نكهة أو أيضا الصوت الجنوبي الحلو. سعدية الزيدي بأكثر من عمل إحنا كنا مشتركين، كنا بالفيلم الأسوار اللي أخذ جائزة الأولى في من جيلك؟ دمشق. أي من جيلي. تمام. أكو منافسة كانت بين سعدية الزيدي وفاطمة الربعي؟ منافسة فنية أتحدث. لا، لأنه يمكن إحنا اثنين عندنا ثقة بالنفس. تمام. هي يعني ممثلة مقتدرة ويعني صديقة أيضا. تمام. يعني أنا اعتذرت من بعض الأدوار اللي كان عندي سفر إلى عدها المسرحية، كانت إخراج الأستاذ سامي عبد الحميد قلقامش، تروح المهرجان دمشق، كانت لي دور بيها مهم، أنا كان عندي شغل وما قدرت أروح فانطوها الدور. جتني، شوف تقاليدنا إحنا، جتني للبيت قالت لي فاطمة أنت صحيح معتذرة وبرضاك أني أخذ الدور وأروح لدمشق. هاي الأخلاق الفنية اللي كانت بيناتنا. ست فاطمة، أنت دائما تحدثين على أن فاطمة الربعي هي الوحيدة اللي بقت من جيلها، لكن بالتالي ست سعدية الزيدي فنانة مو ست سعدية الزيدي ما موجودة الآن خارج العراق، صار لها من الاحتلال لحد الآن هي خارج العراق. أنت تتحدثين فقط اللي بداخل العراق؟ داخل العراق يعني ست فوزية عارف اعتزلت وقعدت، موجودة بالعراق لكن اعتزلت وقعدت. السيدة سعدية خارج العراق منذ فقط المتواصل اللي يطلع ماله شيء. اي لا متواصلة، يعني احنا شلون يعني شلون الجمهور او ان علاقة بالعمل او ان علاقة بالدراما او ان علاقة بالعراق يعني غير من خلال عملنا يعني. أكيد. أتمنى لها الصحة والسلامة. أتمنى لها الصحة. طبعاً دائماً أخبار وإشاعات عن وفاة الفنانة سعدية الزيدي نفندها، يعني دائماً على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون فندها وهي. والله هو الفنان يعني معرض، لكن ما يذكرون ما قدمه هذا الفنان. أكيد. للوطن. لها الصحة والسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نروح للصورة الأخيرة. محمد الربيعي. الأخ والسند.
لا مو سند. لكل قصة نهاية. لا هو أخويا بالجنسية ويعني دمي ولحمي دمي ولحمي والأظفر ما يتبرم من اللحم. هو نتحدث بهذا المجال. الأظفر ما يتبرم من اللحم. وأنا أقول لو هو كان يعني مو خطأه خطأ الوالد إذا إجا هو بهذا المجال المفروض يصلح الخطأ. فأتمنى على الموافقية. يعني اليوم أنتوا نجوم أستاذ يعني محمد الربيعي سياسي أيضا. أي السياسيين اليوم موجودين باشر ما موجودين. تمام القصد القصد كل من يعني إلى قاعدة جماهيرية. بس إحنا نبقى بقلوب الناس. كل من إلى قاعدة جمهورية وبالتالي من حق الجمهور يعني أنا اليوم بما أنه أعتز بالفنانة فاطمة الربيعي قد يكون كجمهور فاطمة الربيعي من حقهم أنه يتدخلون في بعض الخصوصيات. اليوم ما من حق الجمهور فاطمة الربيعي أنه يشوف يوم من الأيام أنه متصالحة مع النائب أنه هي تبادر دائما الأخت هي صاحبة القلب الحنون دائما الأخت هي اللي تكون ماخذة دور الأخت والأم دائما يعني هي يعني أني ما أسئت الكل أخواني أبدا ولا محتاجتهم محتاجة أنه يبقون يعني هم اسم جنسيتنا فاطمة جاسم محمد محمد جاسم محمد أو فاطمة أحمد جاسم محمد ما تحتاجين للأخ عندي أخوة يعني همين قريبين إلي بس لا أنا عندي جمهوري أهم من عندهم لأن جمهوري يحبني ويحترمني ويقدرني ويقدر ما قدمته أيام الطفولة ما تذكريها ما شفتها ما شفتهم ما شفتهم يعني ما كان يعني أنا أشوفها بالتلفزيون أو أشوف وأني يعني أني ما أنا ما حكيت هم ندقوا أنا حكيت قضية مادية قضية ورث لو قضية والدتك الأساس ولا قضية ورث لأنه أنا كل الناس تعرف أنه أنا ما محتاجة للورث هذه حقوق أنا لما واحد بس يعني أنا أسألك سؤال أنت لما تصير في مسؤولية وتنتهج منهج معين بالوقوف إلى جانب المرأة أو تكون في مكان مسؤول عن شعب عن حقوق شعب اللي ما يؤدي حقوق أقرب الناس إلى يؤدي حقوق الشعب قانونا إليش حقوق عند أبويا مو عندهم وما ورث أبويا يعني صار لهم أنا ما محتاج لهذا بس لا يقولون إحنا نطالب بحقوق المرأة إحنا رافعين شعار أنه الدفاع عن حقوق الوطن الدفاع عن حقوق المرأة وأنا جزء من هذا الوطن فأني ما محتاجة لهذا إطلاقا صدقني ما محتاجة بس لا يقولون إحنا عادلين إلى الشعب العراقي تمام. هذا تمام. في حال أنه أستاذ محمد الربيعي راجع نفسه وإجا في يوم من الأيام وقال يا فاطمة الربيعي أنت إلك حق لازم تأخذي راح تتقبلين هذا الحق وتقبلين هذا الموضوع ما يسووها في حال ولا إطلاقا لأنهم ما عنده هم تعرف إيش كم واحد 11 واحد يعني مدا أقول لك يعني هم أنا ما رايدة هذا بس في حال أنه لا يتكلمون ولا يقولون إحنا ناس وطنيين ناس مثقفين ناس ندعم حضاريين وهم ضد الفنانين هم ما يقولون يعني ما أعرف يعني يستنكفون من الفنان فأني مو ضد صدقني المال ما ضد المبدأ ضد مبدأ الفن ضد مبدأ اللي ما قدمتها فاطمة الشعب العراقي كله من الشمال إلى الجنوب يحب ويحترم فاطمة ويقدر ما قدمتها فاطمة وكل الحكومات بصراحة غير أنا لا بذاك الزمان ولا بهذا الزمان حكومة ترفضني فنانة فنانة أنا
أنا بنت الشعب، أم الشعب، ويسموني، قالوا بعض الناس بدلنا اللقب مالتك، سميناك أم العراقيين. طيب أنا هذول كلهم غلط وهم صح، أنا مو الفلوس صدقني ولا الورث، ما محتاجته الورث. أكو أملاك بالموضوع لو فتشي بسيط؟ أملاك وصادروها واخذوها يعني مبالغ؟ ما أعرف أنا يعني أنا مو وياهم كنت ولا كنت ويا أبويا. طيب يعني لما صار أنا الموضوع أصلا أنا صورة أبويا الآن تتلاشى يعني أمامي، يعني ما أشوفها بوضوح. إحنا من صغار طلعنا قطيعة نهائية، قطيعة نهائية. ما حاولت تتواصلين؟ ما طرقت الأبواب؟ أنا طرقت الأبواب على شنو يعني أطرق الأبواب؟ يعني فاطمة أكو حالات مماثلة لحالة فاطمة الربيعي، لكن بعد سنتين، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات تبقى الأخت تحتاج والدها، تحتاج أخوانها، يبقى الحنين لهم. ما حسيتي بهذا الحنين؟ هم ما عندهم حنية. طيب. ما عندهم حنية إطلاقا صدقني، ما عندهم حنية مو لشيء، لكوني فنانة. وأكثر شيء الغيرة من الشهرة، هذا عندهم أغلبهم الكبار هسه يغارون من شهرة فاطمة الربيعي. يعني ما حد اتصل بي؟ يعني أنا أعتقد دخلوا لهذا المجال السياسي حتى يكونون مشهورين فقط، لأنهم ما محتاجين هذه الأماكن صدقني، لا محتاجها ماديا ولا. ما حد اتصل بيش أبدا خلال هذه المسيرة وخلال هذا العمر؟ لا أنا إخواني تصلوا. لا أتحدث عن محمد. لا 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 إطلاقا. ما حد بادر بالصلح؟ أقارب، أصدقاء؟ لا يمكن يعرفون الموقف، يعرفون الموقف. يعني ترى أني إنسانة متواضعة، أني تتفاطمة يعني حتى بصريح العبارة أيضا، إنسانة قريبة من الناس، قريبة من المجتمع، ما عندي خلاف، لا خلاف مادي ولا خلاف عقائدي ولا خلاف أي شيء آخر يعني. وأنا أقول أول وتالي هم يبقون إخواني ومن دمي ولحمي، وإذا لا سامح الله صابت واحد من عندهم مصيبة أتأذى وأنقهر نفسيا وصحيا ربما، لكن العلاقات منقطعة. وما من الممكن ترجع المياه لمجاريها؟ هي ما كانت أكو مجاري حتى. تمام. تحياتنا الأستاذ محمد الربيعي، وإحنا نتمنى يعني كل فنان وكل حتى سواء سياسيين أو فنانين إنه دائما تكون حبال الود موجودة وممدودة. طبعا أيضا مثل ما نعرف يعني انتخابات قادمة قد يكون هذا الموضوع يأثر عليه سلبا يعني. والله إذا هو إنسان جيد ليش يتأثر عليه سلبا؟ أنا أقول اللي يبتعد أو اللي ما يقدر أهله ما يقدر الشعب. ما تم تبليغك حقيقة بوفاة والدتك؟ تبليغي؟ لا مو هو. أها. لا القضية واحد من أخواني. ما بلغيش أنه توفت؟ برا وفاتها. بعد وفاتها يلا تم تبليغيش؟ هي كانت عندي، كانت عندي قبل شهرين راحت وتوفت هناك. تعرف هاي التقاليد. ننتظر المسلسل إن شاء الله. إن شاء الله. أشوف فيه حياة فاطمة الربيعي. إن شاء الله. أنا أولاً أنتظر العمل اللي لازم نقدمه. إحنا ما نعرف باكر موجودين يعني، هاي الحقيقة الوحيدة بالحياة هي الموت. فأخاف بس أريد نقدم هذا العمل مال الموصل. إن شاء الله موفق. إن شاء الله ونقدمه للوطن. والوطن أهم من فاطمة الربيعي وأهم من محمد الربيعي وأهم من تحياتنا السيد محمد الربيعي. احنا مسرورين بوجودك اليوم ويانا. شكرا. مشرقة كنتي ورائعة بحضورك ست فاطمة. شكرا جزيلا لك، وتحياتنا لكل من يشاهدنا، وبالتالي قناة سامراتك في حق الرد لكل من يرد اسمه بالحلقة. وأنتم مشاهدين الكرام لكم كل الحب والتقدير والاحترام على حسن المتابعة والإصغاء. حتى نلتقي في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.